العمليات في البحر الأحمر بتدق طبول الحرب هناك بعد هجمات الحوثيين لقلب الدنيا، واللي الحقيقة ساهمت في إيقاف الشحن التجاري في البحر الأحمر زي ما بتقول بلومبرج كده. هجمات الحوثيين تبدأ في إيقاف الشحن. احنا امبارح كان عندنا حلقة كانت رائعة جدا، امبارح تقريبا صح؟ امبارح ولا أول امبارح؟ كانت لا كل يوم ايه عم؟ ممكن ما اتجوزش يعني، ممكن عشان انا يعني على اخر يعني. الحقيقه امبارح كان معانا فقره اول امبارح عن الهجمات الحوثيين وتاثيرها على حركه التجاره في العالم، وكان فيها ضيوف في منتهى الروعه تقريبا اول امبارح. تصاعد اعلان شركات، بدات تعلن شركات جديده عن تعليق اعمالها ورحلاتها في البحر الاحمر زي ما بتقول كده رويترز. اهي شركه ولينيوس مش عارف مين للشحن تعلق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر. شركات كتيرة حضرات بدأت تعلق رحلاتها وتلجأ لطريق رأس الرجاء الصالح. ده غير شركة إيفر جرين العملاقة برضو، خبر هي بتقول إنها وقفت برضو نقل البضائع الإسرائيلية عبر سفنها وتعلق الملاحة بالبحر الأحمر. ده على طول حقيقة يعني ساهم أو سمع في أسعار النفط في العالم، زي بيقول الخبر ده كده، ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب التوترات في البحر الأحمر وتعليق شركات الشحن. طبيعي نشوف أن أول المتضررين من التحركات دي هي إسرائيل، واللي الحقيقة بتنضرب في مقتل، والشحن ده بيأثر على الاقتصاد هناك. زي بيقول موقع عبري، موقع عبري بيقول أهو توقف الإبحار في البحر الأحمر كيف ستتأثر إسرائيل ولماذا يرتفع مخزون الشحن. مش مهم بقى التفاصيل، لكن الهجمات خلت أمريكا تعلن عن تكوين قوة عسكرية جديدة لمواجهة الحوثيين. أنا بس تفاصيل الخبر ده غريبة جدا، لما شفتها النهاردة استغربت قوي. أمريكا كونت مجموعة دول كده وقالت هنشكل وجود عسكري هناك عشان يوقف هجمات الحوثيين. خلينا نشوف الحقيقة القوة العسكرية دي اللي تشكلت من مين. أنا شفت النهاردة ما فيش دول عربية، مجموعة دول من أوروبا ومن آسيا والحاجات دي هيبعتوا قوة عسكرية في البحر الأحمر، وكأن العالم سدح مداح كده. الشرق الأوسط بتقول إنه الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وأسبانيا، هيعملوا دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. هم قادرين على الحوثيين قوي قوي. بس نفس الوزير ده قال في المؤتمر الصحفي ده، قال إحنا واسمنا وزارة الدفاع الأمريكي مالناش دعوة بإسرائيل، إسرائيل هي حرة، هي تشوف اللي عايز تعمله إيه. لكن في الحوثيين تم تشكيل اهو تشمل بريطانيا والبحرين وكندا البحرين طبعا ما عندهاش جيش، يعني البحرين احنا نمثل على البحرين. البحرين ايه اللي ليها جيش دي؟ البحرين ايه يا عمي؟ خلينا في كندا وفرنسا وايطاليا وهولندا والنرويج وسيشل واسبانيا. يعني في البحر الاحمر ما شاء الله شطار جدا، عايزين يوقفوا الحوثيين. بس في فلسطين وفي غزه لا، مالناش دعوه. السؤال بقى فين مصر او موقف مصر من اللي بيحصل؟ ما لناش مسؤول بيعلق غير بوست كده الرئيس حزب الدستور السابق خالد داوود بيرفض اهو التحركات الامريكيه اهو. حمايه الملاحه في البحر الاحمر مسؤوليه الدول المطله عليه، ولا بد من اصدار بيان رسمي مصري يرفض تشكيل القوه الدوليه التي اعلن عنها وزير الدفاع الامريكي بهدف حمايه امن الصهاينه وليس لضمان حريه الملاحه. والله العظيم تسلم تسلم يا أستاذ خالد. مصر دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر، مصر لازم تعترض. يعني إيه سيشيل؟ يعني إيه قوة أسبانية أو هولندية أو نرويجية يعملوا دوريات في البحر الأحمر؟ يعني إيه؟ في دول زي اليمن والسعودية والسودان ومصر، الدول المطلة على البحر الأحمر هي اللي تتكلم، هي اللي تبعت. انما انتوا عشان تحلوا مشكله اسرائيل تبعتوا قوه دوليه من دول، ده احتلال. هو السيسي يتعامل مع قناه السويس زي ما بيعمل في معبر رفح كده ويدفن راسه في الرمله ويستمر في الكذب ويفضلوا يخبطوا في بعض زي ما الفريق مهاب مميش كان بيقول مع رئيس هيئه قناه السويس اسامه ربيع، قال حاجه والتاني طلع كدبه.
اهو واحد بيقول لك لا تأثير لقناة السويس جراء توترات الوضع، ده أسامة ربيع طلع هو ما مش قال له اي متغير يحدث في باب المندب يؤثر سلبا على ممر الملاحي المصري.